حضراتكم واول تقرير معانا، بما ان احنا بنتكلم عن البطاله والبطاله دي آفة في اي مجتمع، نروح للمبادرات والملتقيات الخاصه هنا عشان توفر بقى فرص عمل للشباب. ملتقى فرصه للتوظيف اللي اعلن عنه توافر نحو هنا 2350 فرصه عمل للشباب من سكان الجيزه وكمان الفيوم. اعلن كمان عن توافر فرص التدريب للشباب. خلينا نشوف عشان نفهم اكتر ونرجع نكمل مع حضراتكم. فرصه لاي احد ولا يشترط الخبره، هو شعار برنامج فرصة للتوظيف والذي أتاح فرص عمل في مجالات مختلفة لشباب محافظتي الفيوم والجيزة. إن احنا بنعمل ملتقيات توظيفية، إن احنا بننسق مع جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والمصانع والشركات، على أساس إن احنا هم بيبقوا محتاجين عمالة وفي عمالة موجودة في السوق، فبنحاول نعمل التوصيل ده ما بيننا وما بينهم، وده يعتبر تاني ملتقى توظيفي احنا بنعمله. ما اشترطش الخبرة، ما بنشترطش المؤهل، لان احنا كقطاع الصناعه في 6 اكتوبر وخاصه في المنطقه الصناعيه بنستوعب العماله اللي شايفاها كلها، بس اهم حاجه يكونوا ملتزمين. الشاب اللي عايز يشتغل احنا بنعمل له كل حاجه، مش جاي بقى يدور على فرصه عمل وتعجبه او ما عجبوش، او في نفس الوقت يكون شغال في مكان تاني وجاي يدور على حاجه احسن، لا، احنا عايزين اللي عايز يشتغل ومؤمن بالشغل ومؤمن ببلده وعايز ينتج. أصبحت عملية البحث عن وظيفة أمراً صعباً على كثير من الشباب، لذا يبعث هذا البرنامج طاقة من الأمل والتفاؤل دعماً للشباب. الوظائف في جميع التخصصات، إن كان في الملابس الجاهزة، إن كان في البتروكيماويات، إن كان في البلاستيك، كان في الأدوية، في صناعة السيارات، في التبريد والتكييف، جميع التخصصات وجميع المجالات بنقدم فيها فرص عمل النهاردة. بنوفر حوالي 3000 فرصة عمل للشباب في منطقة الجيزة النهاردة، بنقول لهم اتفضلوا تعالوا نورونا. سمعت ان عن المؤتمر بتاع النهاردة وجيت اشوف الدنيا عاملة ازاي، لقيت ان هو ان هم بيقدموا فرص عمل كويسة للناس، وان هم يعني بيحاولوا يساعدوا الناس وكده، وان ده مش موجود في الوقت ده، يعني نادرا لما تلاقي حد بيقدم الشغل ده. وظيفة خالية، تلك هي العبارة الأبرز في هذا الملتقى، حيث يبحث الشباب فيه عن مصدر للرزق ومنفذ جديد لتحقيق أحلامهم. ندى شام، صباح أون. اللي عايز يشتغل هيشتغل. الملتقيات دي مهمة جدا، بتوفر فكرة انه شركات كتيرة تبقى موجودة في ملتقى واحد للتوظيف، الشباب يروح ويقدم. كان الملتقى زي ما شفنا في التقرير في القاهرة والفيوم. بنحب دايما نوري لحضراتكم او يعني نظهر كده اهمية الملتقيات الخاصة بالتوظيف. اي حد عنده فرصة عمل مهم جدا ان هو يتقدم لها ويشوف الدنيا ماشية ازاي ويطور نفسه. كان يا محمد يعني ما نعتمدش ان احنا نتخرج بالشهادة اللي احنا يعني حصلنا عليها ان احنا نروح ندور على شغل، لان دلوقتي كل الناس تقريبا عندهم شهادات. صحيح. لكن انت ازاي تبقى متميز ان انت لازم تشتغل على نفسك. البني ادم لازم دايما يطور من نفسه ويشتغل على نفسه ويركز في نفسه. صحيح. هو ده النجاح. مالناش دعوه بحد، مالناش دعوه مين وصل لايه، بس خليك دايما عندك احساس. يعني عارف ليه ممكن انت حد يبص على شخص تاني، طب ما هو بشهادته دي بس الجامعيه قدر ان هو يوصل وينجح، مش مقياس، مفيش حاجه، كل واحد ليه ظروفه. فاشتغل انا على نفسي، اطور اللغات بتاعتي، مهارات الكمبيوتر وغيره، علشان سوق العمل دلوقتي ما اصبحش بس متطلب شهاده جامعيه على فكره. بالزبط. موضوع حتى الناس اللي بتوصل لمكانه كبيره لازم تطور من نفسها. عندنا ساعات كتير جدا خريجين معاهم شهادات الجامعيه اللي انت بتقول عليها، لكن في المهارات اللي هي بيتطلبها سوق العمل مفيش خالص. صح. يعني ازاي يتعامل مع الكمبيوتر، ازاي يتعامل ويبقى عنده قدره على التواصل مع شركات عالميه. على فكره متطلبات العمل واحده في العالم كله، سوق العمل مش بس سوق محلي، ده سوق في العالم كله. فانت لما تتسلح بمهارات مميزه ومختلفه ممكن يبقى ليك تواجد في اي مكان او اي شركه تقدر تطلبك في العالم كله.